بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن بعض sexually transmitted diseases. نبدأ بـ genital herpes. genital herpes the sexually transmitted disease نتيجة viral infection بالherpes simplex virus affecting the skin والميوكس membrane بتاع genital area. مشكلة الherpes إن once إن البيشن بقى infected الفيروس بيفطر في الجسم for life، والسيمبتومز بتظهر على العيان في أوقات وتختفي في أوقات. الأوقات اللي بيظهر فيها symptoms بسميها الهيربس outbreak، والinfection بتتنقل من person للتاني عن طريق direct contact مع السكين أو الماوس أو الجينيتال organ اللي عليها الكولد سورز أو البلستر بتاعة الهيربس. وفي بعض الأحيان البيشنت يجيله الانفكشن ويعدي من غير أي symptoms أو سورز. الاتيولوجي زي ما اتفقنا هو الهيربس التايب 1 herpes simplex، ده اللي هو بيسبب الكولد سورز اوف ماوس، وده ممكن يتنقل من الماوس للجينيتاليا during oral sex. type 2 herpes simplex ده بيعمل genital herpes only، وده affecting الجينيتال organs، وبيعمل برضو اللي هي الكولد سورز اللي هي السكين ريش الخاصة بالهيربس زي ما هنشرح بعد شوية. وممكن يتنقل عن طريق السكريشنز كمان بتاعت الماوس والجينيتاليا، وهو مور كومن ان هو يصيب الفيميلز عن الميل. ولقوا ان المكان اللي بيجيله انفكشن بالهيربس سيمبلكس 1 ما بيحصلوش انفكشن تاني بالهيربس سيمبلكس 2 والعكس. السيمبتومز زي ما اتفقنا، في patients ممكن يجيلهم الانفكشن ويمر الموضوع سهل وبسيط خالص من غير اي سورس ولا مشاكل للعيان، وفي بعض الاحيان التانية بيبقى الفيرست انفكشن او الفيرست اوت بريك بتبقى very severe وبتظهر غالبا بعد يومين او ثلاثة من الانفكشن. العيان بيظهر عليه بعض الجنرال سيمبتومز زي الديكريز بتاع الابيتايت، الفيفر، الملييز، ماسل بين خاصة في اللور باك والساي والني والبطك، وممكن ألاقي سوالن تندر لينف نود في منطقة الجروين ديورينج الاوت بريك. لو بصينا بقى على الجينيتال سيمبتومز هلاقي عندي في السمول painful blisters filled with clear fluid، او ممكن الاقي الفلويد ده ملون على احمر بسيط. يبقى ايه هي الريش بتاعتي؟ small painful blister filled بclear fluid او straw colored fluid اللي احنا بنسميها الكولد سور، بنسميها الكولد سور. هتظهر في انهي positions؟ هتظهر عندي في الفيميل على الجينيتال اورجان، في مثلا ممكن الاقيها في الفاجينا، في السيرفكس، في اللابيا، وممكن كمان الاقيها اراوند الانس، ممكن تنتشر على الساي والباتوك. في الميل هلاقيها على الجينيتاليا البينس والسكروتا، ممكن الاقيها برضو اراوند الانس او على الساي والباتوك، وممكن تتنقل برضو للتانج والماوس والاي والجمز والليبز والفينجرز، ده في البوث سكس الميل والفيميل. ممكن يظهر على العيان بريدرومال سيمبتومز قبل ما البليسترز دي تبدا تظهر على جلد العيان. الجلد بتاع العيان يجيله شويه بيرنينج سنسيشن او اتشي سنسيشن في المكان اللي بتظهر فيه البليستر بعد كده، ده اللي احنا بنسميها البريدرومال سيمبتومز. بعد كده البليستر دي بيحصل لها بريكنج، بتتفتح ويطلع منها الفلويد بتاعتها وتسيب مكانها شالو ألسر. الألسر ده بيبقى بينفول وبيحصل له هيلينج بعد شوية عن طريق ان هو بيكون قشرة او كراست، وغالبا الهيرينج دون دون شكل هو بيبين لي الكولد سورز او البليسترز. ممكن يظهر على العيان other symptoms زي painful urination، بعض الفاجينال discharge،
وممكن يحصل شكوى كمان ان في inability to evacuate البلادر ويحتاج البيشنت ان هو يتركب له كاتيتر. السكند outbreak بتظهر بعد اسابيع او بعد شهور من الفيرست outbreak، وغالبا بتبقى مدتها اقل وبتبقى للسيفير، وبمرور الوقت بيبدأ عدد الاوت بريكس دي يقل. طب ليه الاوت بريكس دي بتظهر على طول؟ لان الفيروس بتاعي الهيربس فيروس بيروح يعمل انفيدنج ويستخبى جوه النيرف سيل، بيروح يعمل انفيدنج ويستخبى جوه النيرف سيل، وبعد كده يفضل dormant for long period of time، ويحصل له activation لو البيشن ده تعرض لريسك فاكتورز زي الفاتيك او genital irritation او المنستريشن او emotional او physical stress او injury. يحصل activation للفيروس مرة تانية ويبدأ يحصل له replication ويرجع عن طريق النيرف سيل تاني للجينيتاليا، ويظهر الأعراض على البيشنت كسكندري أو تري. الفريكوانسي بتاع ظهور السكندري اوت بريك ده بيختلف من عيان لعيان. في ناس ممكن يحصل لها الاوت بريك مرة واحدة بس في السنة، في ناس بيحصل لها على طول مستمر تقريبا، وغالبا الاتاك بتبقى مايلدر في الميل عن الفيميل. زي ما اتفقنا الهيرب سيمبلكس فيروس ده له كاركترز خاصة بيه. اول حاجة ان هو بيقدر يروح يعمل انفيدنج للنيرف سيل اللي احنا بنسميها النيورو فيروس، يقدر يعمل انفيجن للنيرف سيل ويفضل دورمنت او ليتنت ليتنسي جوه النيرف سيل الموجوده بروكسيمال للسايت اوف انفكشن، يفضل دورمنت فيها لغايه زي ما اتفقنا لما البيشنت يتعرض لاي ريسك فاكتور يحصل ري اكتيفيشن مره تانيه للفيروس دوت، ويتنقل عن طريق النيرف سيل ويرجع تاني للجينيتال اورجان ويعمل نفس الايه الاوت بريك مره تانية، يكرر الكولد سورس مره تانية. ففي ثلاثة كاركترز مهمين: نيورو فيريانس، الليتنسي، في بقى اللي هو البرايمري جينيتال هيربس. انا بقول ان هو برايمري جينيتال هيربس لو كانت دي اول مره يظهر عليا البيشنت بتاعي جينيتال هيربس سيمبتومز، ولو كمان عملت سيرولوجيكال تيست واتاكدت ان مفيش انتي بوديز في العيان ده للهيربس سيمبلكس 1 اند 2، يعني ما حصلش قبل كده ان البيشنت ده جاله انفكشن بالهيربس خالص، يبقى في الحاله دي بقول ده برايمري جينيتال هيربس، لا في سيمبتومز ولا في انتي بوديز. الساينز زي ما اتفقنا الكول سورس هلاقيها موجوده في الجينيتال اورجانز، وممكن الاقيها على الثاي والباتوك زي ما اتفقنا. وغالبا الفيرست اوت بريك دي بتاخد من 10 ل 20 يوم لغايه ما يحصل الكومبليت هيل. لو بصينا بقى على الجينيتال سيمبتومز هلاقي عندي في small painful blisters filled with clear fluid، او ممكن الاقي الفلويد ده ملون على احمر بسيط. يبقى ايه هي الراش بتاعتي؟ small painful blister filled بclear fluid او straw colored fluid اللي احنا بنسميها الكولد سور، بنسميها الكولد سور. هتظهر في انهي بوزيشنز؟ هتظهر عندي في الفيميل على الجينيتال اورجان، في مثلا ممكن الاقيها في الفاجينا، في السيرفكس، في اللابيا، وممكن كمان الاقيها اراوند الانس، ممكن تنتشر على الساي والباتوك. في الميل هلاقيها على الجينيتاليا البينس والسكروتم، ممكن الاقيها برضو اراوند الانس. الدايجنوزيس بتاع العيان بيبقى عن طريق الاكزامينيشن بتاع الكول سورس دي، وممكن اخد عينة من الفلويد الموجودة جوه البلستر، او لو في عندي بلسترز مثلا بلستر منهم حصل لها بريكج او حاجة ممكن اخد منها عينة واعمل لها كلتشر. الكالتشر بيطلع النتيجة بعد يومين أو ثلاثة، وده بيبقى مفيد جدا في الدياجنوزيس بتاع البرايمري هيربس سيمبلكس.
او ممكن اخد العينه اللي انا خدتها دي بدل ما اعمل لها كلشر اعمل لها بي سي ار، وده طبعا الموست اكوريت تيست للهربس سيمبلكس. ممكن اعمل اشوف الانتي بودي ليفل زي ما اتفقنا، بس ده علشان اعرف ان العيان كان previously infected ولا لا، يعني ده ما يعرفش ما ينفعش في الدايجنوزس بتاع البرايمري عشان اتاكد ان هو عنده هيربس سيمبلكس دلوقتي ولا لا. لا ده انا بدور على previous infection مش infection موجوده دلوقتي، لان طبعا الانتي بوديز بتاخد وقت طويل في الجسم على ما تتكون، تقريبا 3 اسابيع ممكن توصل كمان ل 14 اسبوع، فده ما ينفعش ابدا في الايه في الفيرست دايجنوزس ده، بس عشان اعرف. بالنسبه للتريتمنت زي ما اتفقنا ان الهربس ملوش تريتمنت ملوش كيورمنت، ما اقدرش اتخلص من الفيروس، الهيروس بيبقى موجود جوه الجسم، لكن انا بستخدم انتي فايرلز علشان بتقلل لي السيمتومز، بتقلل لي البين والديسكومفورت اللي بيحصل اثناء الاوت بريك، ويخلي الهيلينج بتاع السورس سريع. ممكن استخدم انتي فيروس زي الاسايكلوفير طبعا الشهير، لو بستخدم بدوز الشهيرة 200 ميلي جرام من 3 ل5 مرات في اليوم، او ممكن استخدم الفام سايكلوفير او البالا سايكلوفير. ولو العيان دون عرفنا خلاص ان هو جاله قبل كده برايمري هيربس سيمبلكس، والعيان دون عارف ان هو بيجيله سكندري اوت بريكس، بننصح العيان ان هو اول ما يحس بالبلودروما سيمبتومز يبدا ياخد على طول الاسايكلوفير، او حتى ايفن اول ما يلاقي اول بلستر بتظهر على طول يسارع ان هو ياخد الايه الاسايكلوفير. والبيشنت اللي بيتكرر عليهم الاوت بريكس كتير جدا، دول بننصحهم ان هم ياخدهم على طول الانتي فايرال او الاسايكلوفير، لانه بيقلل المده بتاعه الانفكشن وبيقلل فرصه كمان ان هو ينشر الانفكشن للي حواليه. البريجننت فيميل ممكن اديلها الانتي فايرال دي لو ان احنا وصلنا للاست مانث اوف بريجننسي، عشان اقلل فرصه ان اللي هي يجيلها اوت بريك بعد الدليفري، لان طبعا الدليفري ده اللي هيكون ستريس عليها وهيبقى ريسك فاكتور وهيعمل لي سكندري اوت بريك. وكمان لو هي عندها اوت بريك اراوند التايم بتاع الدليفري، يبقى الاحسن خالص ان هي تعمل لها سيزيريان سيكشن، ليه احسن من الدليفري العادي بتاع البيبي. بس مشكلة الاسايكلوفير واخواته ان هما بيعملهم فاتيج وهيدك ونوزيا وفوميتنج، ودي مشهورة جدا عندهم وريش، وفي الهاي دوزز ممكن يحصل سيجرز وتريمورز. الهربس له بروفيلاكتيك فاكسينز، في نوعين من الفاكسين، في حاجة اسمها ادجوفان سابيونت فاكسين، وفي حاجة اسمها ريبليكيشن انكومبيننت فيرال ميوتنت فاكسين، وفي بقى الدي ان اي فاكسين، بس يعني مفيهوش حاجة من الفيروس غير اللي هو الايه الدي ان اي. فدول الثلاث انواع. السيلف كير بقى بتاع العيان ان هو يحاول ان هو الاندر وير كروزز بتاعته تكون من الكوتون وتكون لوز فيتنج، وطبعا يكون في كليننج مستمر للجلد بالميه والصابون، وباستخدام الوارم باث لان هو بيقلل الاحساس بالبين، وبيخلي دايما البلسترز نظيفه وكلين ودراي علشان ما يجيلهاش سكندري باكتيريال انفكشن، لان لو جالها سكندري باكتيريال انفكشن يبقى لازم البيشنت ده ياخد انتي بايوتيك. كمان البروجنوسيس زي ما اتفقنا ان الفيروس موجود على طول في الجسم، وان هو ممكن يطلع ويعمل اوت بريك في اي وقت. البيشنت يتعرض فيه للريسك فاكتور زي ما اتفقنا، الفاتيج، الجنرال ايلنس، سواء كان بقى هيتعرض لحاجه زي هارت اتاك، نمونيا، اوبريشن، او خد استيرويدز، او اي حاجه اميونو سابريسان زي الكيموثيرابي، او اتعرض لفيزيكال او ايموشن ستريس، او حصل لوكال اريتيشن او تروما للافكتد اريا، او حتى ايفن ديورنج الايه المنستريشن. البيشنت اللي عندهم الاميون سيستم كويس الموضوع بيبقى لوكالايزد وبيعدي بسهوله ومن غير مشاكل.
الكومبليكيشنز بقى ممكن تحصل لو البيشنت عندي كانت بريجننت، خاصة لو حصلت الانفكشن ده during البريجنانسي نفسها، والريسك بيقل لو هي كانت secondary outbreak أثناء البريجنانسي. بيبقى ريسك كمان على البيبي إنه ممكن يحصل premature breast، والبيبي بيبقى more susceptible إن هو ممكن يجيله brain infection أو skin infection، أو يكون عنده development delay، أو ممكن حتى نوصل للديس بتاع البيبي. البريجننت فيميل اللي ما بيجيلهاش اوت بريك، عندها انفكشن بس ما جالهاش اوت بريك، او جالها مره مثلا ما كانش سيفيري سيفير، نادرا لما الانفكشن تتنقل للبيبي. ايه الكومبليكيشنز الثانيه؟ ممكن تاثر على الاذر اورجانز زي البرين او الاي او الاسوفيجاس او السباينال كورد او الليفر، ده لو ان الانبيشن دون كان اميونو كومبرومايزد نتيجه مثلا وجود الهربس سيمبلكس بيسهل الانفكشن بتاع الاتش اي في من اني انفكتد بيشنت. طبعا زي ما اتفقنا لو ان البلسترز دي ما هيش نظيفه ممكن يجي عليها سكندري بكتيريال انفكشن، وممكن كمان يحصل سيرفكس كارسينوما نتيجه الاريتيشن المستمر بتاع الهربس في الاماكن الانفكتد، وطبعا بالاضافه ان هو ممكن يعمل سايكولوجيكال بروبلم. البريفنشن avoid oral sex، avoid irregular sexual relationship. بالنسبة للكوندوم، اللاتكس كوندوم تبقى effective وتمنع الترانسميشن بتاع الانفكشن، لكن الانيمال ممبرين لا. الموضوع الثاني اللي هو genital wart. genital wart ده برضو sexually transmitted disease بيسببه viral infection بالhuman papilloma virus اللي بيصيب الجينيتال اريا. الجينيتال وورت طبعا انتوا خدتم قبل كده شكل الوورت، هو نفس الشكل بيظهر على الجينيتاليا، الشكل المميز بتاعها اللي هو السمول فليش كالرد بامبس، زوائد كده صغيره ولونها لون اللحمه لون الفليش، وممكن تتجمع مع بعضها وتدي الشكل المميز اللي هو الكوليفلاور ابيرا، واحيانا بتبقى تو سمول وتعدي والبيشنت ما ياخدش باله ان هي موجوده اصلا، تبقى نون فيزابل. مشكله الهيومن بابيلوما فيروس ان هو له سترينز كتيره جدا، حوالي 40 سترين، وفي منها بعض السترينز بتعمل كانسر. السيمبتومز هلاقي السمول فليش كالرد بامبس او الكوليفلاور ابيرانس، هلاقيها على الجينيتال اريا الفيولفا والباجينا، وممكن كمان الاقيها على السيرفكس والانس. في الميل بلاقيها على الجينيتاليا الفينس والسكروتم، وممكن الاقيها على الانس. والجينيتال وورت لو في اورال سكس ممكن تتنقل للماوس. سيمتوم زي ما اتفقنا سمول فليش كالرد بامبس، او احيانا بتاخد اللون الجراي تبقى جراي بامبس او جراي سويلينجز، هلاقيها على الجينيتاليا، وزي ما اتفقنا ممكن تتجمع مع بعض وتدي الكوليفلاور شيب. في بعض الاحيان ممكن تعمل ايتشنج وديسكمفورت، وممكن يحصل بليدنج لو في انتركورس، واحيانا ممكن تكون سمول وتعدي من غير ما الواحد يشوفها. زي ما اتفقنا الايتيولوجي بتاعها او سببها هو الهيرب الهيومن بابيلوما فيروس اللي هم اتفقنا اكتر من 40 سترين، وبيتنقلوا بالسكشوال كونتاكت، وفي اغلب الاحيان الاميون سيستم بيقدر يعمل يتخير ما يظهر سيمتومز على العيان. دي بيكتشر هي بتبين لي شكل الجينيتال وورت، اللي على الشمال دي يعني هي بامب واحدة فليش كالت وسموث، اللي على اليمين دي يعني واضحة جدا فيها شكل الكوليفلاور، كذا بلستر كذا بامب مجمعين مع بعض واخدين شكل الايه شكل الكوليفلاور. الريسك فاكتور الامبروتكتد سكس مع مالتيبل بارتنرز، البريسنس اوف انذر سيكشوالي ترانسميتد ديزيز بيسهل الانفكشن باليوما بابيلوما فيروس،
الكومبليكيشن زي ما اتفقنا الكانسر، لان زي ما اتفقنا ان في بعض سترينز من الهيومن بابيلوما فيروس ممكن تعمل الكانسر خاصه السيرفايكال كانسر، فلازم على طول اعمل ريجولار باب تيست للبيشنت بتاعتي عشان اتاكد ان هو ما فيش اي كانسر ولا حاجه. ممكن كمان غير السيرفايكال كانسر الاقي كانسر في منطقه البيولفا او الانس او البينس. الكومبليكيشن التانية بتحصل during البريجنانسي، ممكن يحصل ان الوارت دي تكبر جدا وتعمل difficulty في اليورينيشن، وممكن تعمل مشاكل during الليبر او الدليفري بتاع البيبي، وريرلي ان هي تتنقل للبيبي والبيبي يجيله وارت في الثروت. ولو حصل الكلام ده هنحتاج ان احنا او نحتاج ان احنا نعمل سيرجري للبيبي، لان هي هتبقى قافله الاير واي، عامله اير واي اوبستركشن. الدايجنوزس اللي هو الباب تيست، هعمل ريجولار بيلفيك اكزامينيشن عادي، وبيتاخد سامبل صغيره من السيرفكس سيل وتتاخد فور مايكروسكوبيك اكزامينيشن عشان هدور على في اي تشينجز لوجود كانسر ولا لا. ممكن العينه بتاعه الباب تيست دي اخدها وابعتها لل ادور فيها يعني على certain strains من الهيومن بابيلوما فيروس علشان اشوف هل في ريسك للكانسر ولا لا، غير طبعا الكلينيكال بيك اللي الواضحه على العيان. التريتمنت التريتمنت ما غالبا ما بنحتاجش تريتمنت الا اذا كان العيان سيمتوماتيك، يعني عنده itching او burning sensation. في اول حاجه دراجز ابلايد توبيكالي، الامي كيمود ده عباره عندي عن كريم، ده كريم بيزود الاميون سيستم وعلشان الجسم يتغلب على الجينيتال وورد. وفي كمان البودوفيلين والبودوفيلوكس. البودوفيلين دون سوليوشن لازم الفيزيشن هو اللي يحطه على الوارت لانه بيعمل ديستراكشن للوارت تيشو، لكن البودوفيلوكس دون نفس الكومباوند بس سيفلي ان البيشنت هو نفسه اللي يستخدمه. طبعا البودوفيلين والبودوفيلوكس should not be used during pregnancy. الترايكلورو اسيتيك اسيد ده ممكن يعمل يستخدمه. غير التريتمنت بدراجز ممكن نعمل ريموفال للوارت دي بكذا طريقه، الكريوثيرابي اللي هو الفريزنج بليكويد نيتروجين، او الالكتروكوتري استخدام الالكتريك كارنت، او ممكن اعمل سيرجيكال اكستشن واشيلها بلوكال انستيزيا، او استخدم الليزر. البريفنشن استخدام الكوندوم، في بعض في 2 فاكسينز بيتنصح فيهم للبويز والجيرلز من سن 11 ل 12 سنة، او لو ما حصلش ان الفاكسينيشن في السن دون ممكن يتاخد في الهومن على سن 26 والمان على سن 21. مين هم الفاكسينز دون؟ الجاردازيل، وده بيحمي اجينست الموست سترينز بتاعه الهيومن بابيلوما فيروس بما فيها اللي بتسبب الكانسر. والسيرفاريكس دون بيحمي بس اجينست السيرفايرال كانسر لكن ما بيحميش اجينست الاذر جينيتال وورد غير ما يظهر سيمتومز على العيان. دي بيكتشر هي بتبين لي شكل الجينيتال وورد، اللي على الشمال دي يعني هي بامب واحده فليش كالر وسموث، اللي على اليمين دي واضحه جدا فيها شكل الكوليفلاور كذا بلستر كذا بامب مجمعين مع بعض واخدين شكل الايه شكل الكوليفلاور. لو عملنا فيزيكال اكزامينيشن بلاقي الادهيرانت وايت كوتج تشيز ديسشارج ده المميز جدا، وبلاقي طبعا اريثريما فالفولار اريثريما نتيجه الاريتيشن. التريتمنت ببدا ادي انتي فانجل زي
ميكونازول ده فاجينال سبسوتري او كريم، كلوتريمازول فاجينال برضو بريباريشن نتاخد لمده اسبوع، الايكونازول برضو ده فاجينال كريم وفاجينال تابلت ده بيتاخد 3 ايام بس، التايكونازول برضو فاجينال بريباريشن لمده 3 ايام بس كريم او تابلت. غير كده ممكن استخدم المترونيدازول مع نيستاتين فاجينال سبسوتري 5 ايام، او في الحالات بقى السيفير ممكن استخدم السيستميك انتي فانجل اللي هما الفلوكونازول والاتراكونازول اللي فاتوا دول كلهم كانوا توبيكال، وممكن استخدم كمان فاجينال